الحشد الشعبي اسم لطالما ارتبط بظهور داعش في العراق، هي قوة ميليشياوية تشكلت بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني، هدفها المعلن هزيمة الإرهاب المتجدد الذي نشأ في بلاد الرافدين، إلا أن ممارساتها وفي مناسبات كثيرة أوحت بأنها واحدة من أخطر الأذرع الإيرانية في المنطقة، ما يزيد على 100,000 مسلح يشكلون عشرات الفصائل والجماعات التي تدين بولائها لطهران، شرع تأسيسها ووجودها برلمان بغداد برغم المعارضة الشديدة لما حمله هذا القرار من مخالفة دستورية بعدم حصر السلاح بيد القوات الأمنية والعسكرية. هي تبدأ بمنظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراق، ولا تنتهي بحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا الخرساني وأخرى صغيرة، رغبة في الحصول على مكاسب سلطوية وعسكرية تحت راية طائفية. الحكاية لم تنتهي عند هذا الحد، ففتوى السيستاني تحدثت عن متطوعين يدعمون الجيش العراقي، فيما المشهد اليوم يغيب الفتوى ويبرر ميليشيات تؤمن بمبدأ الولاية للفقيه بتعليمات تكتب بأياد إيرانية يخطها قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وتنفذ في العراق عبر وكيلها أبو مهدي المهندس لخدمة أجندات وأغراض سياسية، ليكون العراق جزءاً من عملية الاستقطاب الطائفي بوجود ميليشيات تدافع عن هيمنة مكون على حساب آخر وتحاول تغيير معادلة الصراع الإقليمي مع اندلاع الحرب في سوريا. ومع اقتراب عقارب الساعة من نهاية داعش في العراق، باتت أزمة الحشد الشعبي الأبرز على الساحة. هي أزمة تجسد جزءاً من مشكلة لا حل أمام تعاظم هذه القوى وتفوقها على القوات النظامية عدة وعددا وبغطاء حكومي، غطاء أنتج الصراعات القومية التي أخذت تتصاعد في الآونة الأخيرة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، مع المواجهات التي تشهدها المناطق الشمالية بين البيشمركة الكردية والحشد الشعبي. صحيح أن بغداد تعي خطورة ما تقوم به في ظل التحذيرات الإقليمية والدولية من القادم، إلا أن التفرد بالقرار والحكم الطائفي الذي تديره أحزاب تشكلت في إيران وفق مراقبين لن تستغني عن ذراع يبقي لها دورا في عملية سياسية هشة مقبلة على انتخابات يكون فيها الصوت للسلاح هو الأبرز تأثيرا بحسم النتائج.